أخبار اليوم. أهلا بكم مشاهدينا وواجد أخبار اليوم وحلقة جديدة ووصفة جديدة من مطبخكم ومطبخ هناء العطار. النهاردة هنعمل شاورما الفراخ. عندنا مكوناتنا النهاردة صدرين فراخ مش رقيعين، هما متقطعين سماك شوية عشان يستحملوا الشوي اللي احنا هنشوي الأول، وعندنا معلقتين خل، معلقة ثوم صغيرة، ملح وفلفل حسب الرغبة، وكوباية زبادي، واثنين ثمرة طماطم متقطعة مكعبات، وعندنا طحينة ومية وزيت وبقدونس، شوية بقدونس متقطعين. أول حاجة هنتبل البانيه بتاعنا، أول حاجة هنحطها خالص الزبادي، وممكن نستكفى بس بنص معلقة نص كوباية زبادي كفاية بالنسبة للشريحتين دول، تمام، والملح والفلفل وشوية ثوم، قلنا معلقة صغيرة ثوم، تمام، وشوية خل صغيرين قوي عشان هنعوز بقية الخل للطحينة اللي هنحطها على الشاورما. يبقى كده تبلنا الشريحتين البانيه بالثوم والخل والملح والفلفل والزبادي، وادي شوية زيت صغيرين خالص، بس علشان المفروض التتبيلة ديت تفضل في البانيه تقريبا يوم، ده الافضل ليها، لكن لو انتي مستعجلة زودي الملح والفلفل قوي وشوحيها زي ما احنا مستعجلين كده، هنشوحها بسرعة وزودنا الملح والفلفل عشان نلحق نشوحها في طاسة حامية جدا. انا حاطة طاسة حامية على النار سخنت كويس قوي اهي. هنحط شريحة البانيه اللي تبلناها اللي المفروض انها تقعد يوم في الثلاجة، بس النهاردة عشان نستعجل عشان الحلقة بس والاستعجال فعملناها على طول قدامكم، لكن انت المفروض تسيبيها يوم في الثلاجة. هي المفروض هتاخد وش شمال ويمين على الجنبين وتبقى مشوية كويس قوي، ولما تطلع وتهدى هنقطعها.